مرحبا، رح نتعرف سوا من خلال هيدا الفيديو على تقنية التنفس البطيء. رح أعطي تعليمات لنتبعها سوا، وببعض الأوقات رح وقف حكي كرمال أعطيكم شوية وقت للتطبيق. لما نشعر بتوتر أو ضغط نفسي ممكن نحس إنه نفسنا عم يسرع ويصير أقصر، وهالشي بخلينا نتوتر أكتر. إبطاء تنفسنا ممكن يساعد جسمنا وعقلنا على الاسترخاء وتخفيف الضغط والتوتر. قبل ما نبلش رح نحاول نقعد بوضعية مريحة. رح ننفض إيدينا وإجرينا لتصير مرتاحة ومرخية. خلينا ناخد كم ثانية لنعمل هالشي. عظيم، وهلأ خلينا نتأكد إنه يكون ظهرنا جالس. رح نرجع كتفنا لورا ونحرك راسنا على مهل من ميلة للتانية، يمين وشمال. تمام، هلأ صرنا جاهزين لنبلش. رح نبلش بأخذ شهيق من الأنف وزفير من الفم. رح نبلش نتنفس بشكل طبيعي وندخل النفس عبر الأنف ونظهره عبر الفم من دون أي مجهود إضافي. في أشخاص بفضلوا يغمضوا عيونهم، هيدا الشي بيرجع لكم، فيكن تغمضون إذا بدكن. عظيم، وهلأ مناخد كم نفس بعد. كتير منيح. الخطوة التانية هي إنه نحاول نبطئ تنفسنا، وهلأ مناخد شهيق لحوالي 3 ثواني ومندخل الهواء من خلال الأنف، وزفير لحوالي 3 ثواني ومنظهر الهواء من خلال الفم. رح عد. مناخد شهيق 2-3 وزفير 2-3. بعد مرة مناخد شهيق 2-3 وزفير 2-3. لاحظتوا كيف عديت بشكل بطيء؟ هيدي هي المدة اللي ممكن ناخدها للتنفس ببطء خلال الشهيق والزفير. وهلأ رح نعيد هيدا التمرين لمدة نص دقيقة. بحال دخلت أفكار تانية مقلقة براسنا فهالشي طبيعي، المهم نرجع نوجه تركيزنا على تنفسنا من جديد. رح عد الأنفاس. مناخد شهيق 2-3 وزفير 2-3. شهيق 2-3 وزفير 2-3. شهيق 2-3 وزفير 2-3. شهيق 2-3 وزفير 2-3. كيف حاسين هلأ؟ صار في أي تغيرات بجسمنا؟ خف التشنج بإيدينا أو إجرينا؟ أو ممكن بكتافنا أو البطن أو الحنجرة؟ حاسين بتوتر أقل؟ إذا لا، هيدا طبيعي بالمرات الأولى. مع التمرين والوقت، هيدي تقنية ممكن تساعدنا. إذا تعودنا نبطئ تنفسنا نحن ومرتاحين، بصير أسهل علينا نطبق هالتقنية لما نكون متوترين. لما نطبق التنفس البطيء من المفيد إنه نجرب نعد الثواني لحالنا مثل ما أنا عملت، أو نحاول نركز على الإحساس بالهواء هو وعم يدخل على الرواية عبر الأنف وهو وعم يظهر من الفم. لما تتمرنوا لحالكن ما تعتلوا هم إنه تجربوا تحافظوا على مدة 3 ثواني، بس حاولوا قد ما فيكن إنه تبطئوا تنفسكن. مهم تعرفوا إنه بعض الأشخاص ممكن يتوتروا أو يعتلوا هم إنه ما يكونوا عم يعملوا التمرين بالطريقة الصحيحة. إذا حسيتوا بهيك شي وقفوا لكم دقيقة وارجعوا له لما تحسوا حالكن مرتاحين. هالشعور بخف كل ما تمرنا أكتر. تمام، نتمنى أنه كان الشرح واضح وأنه تكون التقنية مفيدة لإلكن. شكراً لانتباهكن. أنا هلأ رح أترككن، بس بشجعكن تكفوا التمرين لحالكن لكم دقيقة. رح عد بالأول وبعدين رح أترككن تكملوا لحالكن. مناخد شهيق 2-3 وزفير 2-3. شهيق 2-3 وزفير 2-3. شهيق 2-3.